دلوقتي انا لما يكون عندي ظاهرة عشوائية، انا بحاول ان انا اعمل لها ميجرمنت واستخدم المودلز بتاعت البروبابيلتي. والظاهرة دي بتتكون من حاجات تانية صغيرة، من يعني حاجات تانية independent وصغيرة. الحاجات دي ممكن تبقى ايه، اقدر اعبر عنها براندوم فاريبلز تانية صغيرة. والحاجات دي كلها تقاد كلها على بعض. الحاجات دي ممكن تكون مثلا نويز، ممكن يكون في كذا مصدر نويز داخل على السيجنال بتاعتي. واما النويز دي كلها تقاد على بعض، ده بغض النظر عن الديستريبيوشن بتاع كل واحد فيهم. لما النويز الصغيرة دي الديستريبيوشن التوتال بتاعهم بيبقى نورمال ديستريبيوشن ابروكسيمتلي. وده حاجة من الحاجات اللي تخلي النورمال ديستريبيوشن ده أهم ديستريبيوشن ممكن أتعامل معاه. خلينا الأول نتكلم عن الستاندرد نورمال ديستريبيوشن. الستاندرد نورمال لو أنا ممكن أعبر عنه كده أهو N 0 1، وهنعرف بعد كده يعني إيه 0 يعني إيه 1، وهديله الرمز فاي. فاي ده كده اللي هو رمز البي دي اف بتاعه of x بيساوي 1 على جذر 2 باي e to the minus x squared على 2. ده كده الديستريبيوشن اللي بيطلع لنا في معظم الظواهر. بس ايه 1 على جذر 2 باي دي؟ بعد على جذر 2 باي دي الديستريبيوشن بيبقى بروبورشنال للاكسبوننشال، يبقى فيه بروبورشناليتي كونستنت. بقوم واخد الكونستنت مضروب في الاي كده زي ما هو، وعامل له تكامل من ماينس انفينيتي لانفينيتي. وعشان احقق النورماليزيشن اكسيوم لازم انا اقول ان الكلام ده بيساوي 1. من هنا بيطلع لي قيمه الكونستنت اللي طلع هنا 1 على جذر 2 باي. تقدر تحسبها، الموضوع مش صعب يعني، بالذات التكامل ده لذيذ جدا بتاع اي تو ذا ماينس اكس سكويرد. ايه شكل الدنسيتي دي؟ الدنسيتي دي شكلها حاجة عاملة كده. البيك موجودة هنا، قلنا دي 5x وده كده x. طب ايه هو شكل ال CDF اللي هو الكيومولاتيف ديستريبيوشن فانكشن بتاع الديستريبيوشن ده؟ نقدر نرسمه كالتالي. هنا بتكونفرج الواحد، هنا بتساوي نص، وهنا زيرو. ده مع اكس. الستاندرد كيومولاتيف بنعبر عنها بالرمز كابيتال فاي. واحنا عارفين ازاي بتحسب الكيومولاتيف. ايه هو الـ expected value بتاع الـ PDF ده؟ باي سيمتري زيرو، شغل السنتر اوف جرافيتي اللي اتكلمنا عليه. ايه هو الـ variance؟ فمحتاج بقى نرجع لـ definition الـ variance ونحسبه بالتكامل، اللي هو مش تكامل سهل قوي يعني. فهنختصر ونقول هو بيساوي ايه؟ هو هنا بيساوي 1. ده كده الـ standard بتاعي. فلنفرض ان انا مش عايز اشتغل بالاكسبكتيشن 0 والفاريانس 1. بدانا نلاحظ بقى ال 0 وال 1 دول اللي فوق دول اساسا عباره عن ايه، وهنلاحظ اكتر دلوقتي. طب انا اعمل ايه بقى لو انا مش عايز كده؟ انا عايز انا اللي احددهم بنفسي بحيث يتوافقوا مع الموديل بتاعي. خلينا كده نفكر في الموضوع. لو انا جيت رسمت الرسمه كده تحت وقلت انا هخلي مركز السيمتري بتاعي هنا مثلا كده على حاجة كده، مركز السيمتري بتاعي هسميه ميو. يبقى انا كده مفروض الديستريبيوشن ده يبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى بروبورشنال تو ماينس نص، دايما نفس الماينس نص اللي فوق، وعندي هنا اكس ماينس ميو ده سكوير. ده كده هيبقى الديستريبيوشن دون اب تو كونستنت. طب لو انا عايز اتحكم في التوزيع بتاعته عن الافريج، جربها على اي برنامج رسم. حط هنا فاكتور
اي حاجه بس هسميه سيجما جوه السكوير واقعد العب في الفاكتور داون. هتلاحظ ان هو لما بيكبر قوي ده معناه ان الستيب بتاعت الاكس ما بقتش تاثر جامد، او بمعنى اخر معناه ان الديريفاتيف مقداره قل، وبالتالي التغير هنا هيحصل ببطء، فتلاقي الشكل متوزع اكتر. فده لما بيزيد الشكل يتوزع اكتر، لما يقل الشكل يبقى ارفع. وبعد ما حددنا الشكل دون هنيجي بقى ايه، انا عارف ان التغيير الافرج ما غيرش حاجه في المساحه اللي تحت، بس السيجما ممكن تكون غيرت، وفعلا هي غيرت. لما اعمل التكامل عشان اتاكد كمان ان هو لسه بيساوي واحد، الكونستنت اللي هنا هيطلع لي واحد على سيجما جذر 2 باي. وده كده الديستريبيوشن الجنرال بتاعي، ده كده مش ستاندرد، ده كده الجنرال ديستريبيوشن بتاعي هيبقى بالفورميلا دي كده بالظبط. لو جيت احسب له بقى الاكسبكتد فاليو ميو، هيبقى اي اكس هنا بقى ايه يساوي ميو. لو جيت حسبت الفارينس هيطلع بيساوي سيجما سكوير، يعني ان سيجما ده اساسا هو الستاندرد ديفيشن والميو هو ده الافرج. جميل جدا، بس في مشكله صغيره دلوقتي. انا لما اجي احسب البروبابيلتيز اللي هي هتبقى التكامل الدنسيتي، التكامل ده ان انا احسبه مش من ماينس انفينيتي لبوزيتيف انفينيتي، لا على فترات صغيره، صعب. يعني هو ايه، هو السن مستمر ملوش كلوزد فورم، محتاج ان انا اشتغل بقى ابروكسيميشنز وتيلر وحاجات زي كده. فعشان احسب الابروكسيميشن بدقه هتعب فيه، مش هقعد كل مساله اقعد اعمل النظام ده. بس احنا هنستريح من الحوار ده. السي دي اف، والسي دي اف يعني رخم ليه؟ لان يعني هو يبقى التكامل بالمنظر ده، يبقى التكامل من ماينس انفينيتي لاكس للديستريبيوشن ده، اللي هو انا لو سميت ده اف اكس اوف اكس هيبقى ده تكامل اف اكس اوف اكس، خليها بقى مش اكس، هغير بس الدمي فاريبل بتاعي عشان خاطر التكامل ايه، خليها ايه يو، فيبقى دي يو. والتكامل ده رخم في حسابه، بس احنا مش محتاجين نحسبه خالص. العلماء ريحونا لما اكتشفوا كده ولقوا ان البتاع ده بيظهر في اماكن كتير قوي، قالوا خلاص احنا هنحسب كل القيم اللي احنا ممكن نحتاج نحسبها ونعمل لها تابيوليشن، يعني نحطها في تيبل تبقى متسجله، اي حد عايز اي قيمه يدخل يجيبها من التيبل. بس في مشكله، التيبل دي بقى هتبقى لسيجما وميو كام؟ يعني انا بقى هقعد بقى اعمل تيبل لكل سيجما وميو، انا كده مش لو قسمت التيبلز كلها قدامي مش هعرف اطلع منها اي حاجه. هما قرروا يعملوا تيبل لسيجما وميو، سيجما بواحد والميو بصفر، اللي هو ده الشيء ده اساسا قلنا ايه عشان خاطر قلت بقى نبقى نعرف بعد كده، بيتقال عليه ان اوف ميو والسيجما. اعتقد ان انا بقى كده عرفنا الزيرو والواحد دول عباره عن ايه. تمام، قلنا بقى ان احنا ايه التيبل بتاعتنا دي هتبقى للستاندرد فقط لا غير. ليه للستاندرد؟ يعني عشان هو ستاندرد مش محتاجه يعني. بس فينا، طب لو انا دلوقتي عندي ديستريبيوشن زي ده انا بعمل له موديلنج وعايز اشتغل عليه، انا معيش القيم بتاعته، انا معايا الستاندرد، طب اعمل ايه؟ هنا بقى هنتعرف على كونسبت جديد اسمه الستاندردايزيشن. دلوقتي انا لو عندي ديستريبيوشن مش ستاندرد اقدر اعمل له ستاندردايزنج. ايه هو الستاندردايزنج ده؟ هو ستاندرد، يعني ايه ستاندردايزنج؟ يعني اخليه ستاندرد. طب ازاي؟ نفرض ان انا عندي سي دي اف اوف اكس، الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي تكامل ماينس انفينيتي اكس لواحد على جذر 2 باي في هنا سيجما اي تو ذا ماينس نص اكس ناقص ميو على سيجما كل ده سكوير. لو عملت هنا يو سبستيتيوشن، خلي دي معلش بلاش اكس، خلي دي تي وهنا في دي تي. لو عملت هنا يو سبستيتيوشن هلت يو
بتساوي تي ناقص ميو على سيجما. الناتج هيكون ايه؟ دي يو هيساوي دي تي على سيجما. فالتكامل هيوصل في الاخر لايه؟ هيبقى ان السي دي اف بيساوي تكامل ماينس انفينيتي ليه؟ عوض بالاكس هنا عشان نطلع الحد، فهيطلع اكس ناقص ميو على سيجما. بعد كده دي تي على سيجما، دي تي على سيجما هي دي يو، فيطلع لي واحد على جذر اتنين على جذر اتنين باي اي تو ذا ماينس هاف يو سكويرد. ايه اللي هو ده؟ ده الستاندرد ديستريبيوشن بتاعي. طب لما انا اجي اكمل الستاندرد ديستريبيوشن من ماينس انفينيتي لحاجه، ده معناه ان ده الستاندرد سي دي اف بتاع الحاجه دي اللي هو كابيتال فاي، فاقدر استنتج من هنا ان السي دي اف اكس بيساوي كابيتال فاي اللي هو السي دي اف الستاندرد اوف اكس ماينس ميو على سيجما. ودي مهمه جدا، دي اللي هنستخدمها بقى على كده في المسائل، ان انا هيبقى عندي ديستريبيوشن، مش كل الديستريبيوشنز اللي في العالم ستاندرد، فانا هيبقى عندي ديستريبيوشن جنرال وهستخدم العلاقه دي عشان اعرف احسب بالجدول. في الجدول هديله اللي جوه هنا ده مش الاكس، هديله الاكس ماينس ميو على سيجما يطلع لي الناتج اللي انا عايزه، ويطلع لي هو ده بقى السي دي اف بتاعتي عند القيمه اللي انا عايزها. خلينا بقى احنا كده نعتبر خلصنا جزء الثيوريتيكال، خلينا ناخد اكزامبل. اكزامبل بيقول التالي، درجات 300 طالب متوزعه بنورمال ديستريبيوشن، المين بتاعه المين يعني هو الميو هيساوي 70 درجه، السيجما بتاعه اللي هو الفارينس سوري الستاندرد ديفيشن بيساوي 10 درجات. ده كده كل الجيفن 300 طالب. المطلوب الاولاني في كم طالب درجاتهم ما بين 60 و 90؟ المطلوب الاول في كم طالب درجاتهم ما بين 60 و 90؟ بقى لو جيت رسمت ديستريبيوشن هنا كده اهو حاجه زي كده، وده الافرج بتاعي، الافرج 70 60 قبل الافرج حاجه هنا، وبعد كده 90 حاجه هنا كده اهو، وانا عايز الاريا دي بتعبر عن عدد الطلاب. البروبابيلتي ان انا الاقي طالب بهذا الشكل ده معناه ان هو يعني نوعا ما عددهم. طب اجيب ده ازاي؟ واضح من الرسم ان ده السي دي اف بتاع البوينت دي اللي هو ما اسمها دي ناقص السي دي اف بتاع البوينت دي، فده هيديني السي دي اف البروبابيلتي ان انا اكون بين 60 90 بيساوي سي دي اف اوف 90 ماينس سي دي اف اوف 60. سي دي اف اوف 90 ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو فاي كابيتال فاي اوف، خد ال 90 اطرح الميول اللي هي 70 يبقى لي 20 اقسم على 10 يبقى 2 ناقص نفس الفكره بالظبط هيطلع لي 5 اوف ماينس 1 5 ماينس 1. انا جيفن عندي في المساله 5 2 و 5 1، طب اعمل ايه؟ 5 2 معايا ماشي، طب 5 اوف ماينس 1 دي عباره عن ايه؟ لو انا جيت هنا وجيت رسمت ستاندرد ديستريبيوشن فتبقى دي كده ايه؟ فاي اوف ماينس 1. لو خدت واحد ناقصها هيبقى من ماينس من ما لا نهايه هناك للماينس 1 اللي هو انا لو شقلبتها هتطلع هي هيها بالظبط السي دي اف اوف 1. تاني دلوقتي انا لو جيت الاريا دي خدت واحد ناقصها هيجي الاريا بتاعت الناحيه الثانيه، عشان خاطر في سيمتري الاريا دي انا ممكن اشقلبها كده اهو فتبقى من ماينس ما لا نهايه لواحد.
فيطلع لي ايه سي دي اف اوف 1، فيطلع سي دي اف اوف 1 بيساوي 1 ناقص سي دي اف اوف ماينس 1. من المعادله دي اقدر اطلع بايه، ان سي دي اف اوف ماينس 1 بيساوي 1 ناقص السي دي اف اوف 1. فاقدر اشيل دي كده اهو واحط 1 ناقص سي دي اف اوف 1 اللي هو الاير ستاندرد سي دي اف. في المساله انا معايا جيفن سي دي اف اوف 2 سي دي اف اوف 1 ده مجرد 1، فا approximately الكلام ده بيساوي ايه؟ 0.8186. كده خلصنا؟ لا، هنا بقى الدرجات بتقع. ممكن نيجي نحسب دي ونقول احنا كده ايه خلاص بقى حسبنا الحسبه، بس المطلوب هو عدد الطلبه. فانا لازم اقوم ماسك البروبابيلتي دي ضاربها في 300 ستودنت عشان اعرف كام واحد منهم جاب الدرجات دي. اما امسك الرقم ده اضربه هنا فيطلع لي ان الرقم number of students بيساوي 245.58 اللي هو approximately 246. كده انا ايه جبت المطلوب اللي انا عايزه. بعد كده ناقص المطلوب التاني، شد خط كده اهو ونبص على المطلوب التاني. المطلوب التاني بقى بيقول ايه؟ انا عايز المينيمم درجة المينيمم للاكسلنت اللي هو الامتياز عشان 16% بس من الطلبة يجيبوا امتياز. دي بقى انا اجيبها ازاي؟ سهلة جدا. لو انا جيت رحت راسم الديستريبيوشن كده اهو، مين بتاعي هنا، وعندي هنا في الاخر خالص الطلبه اللي جايبه امتياز، دول اللي فوق المين بحبه محترمين. اظلل كده الجزء ده، هو بيقول لي في المساله ان الجزء ده 16% جيفن، هات لي بقى الدرجه دي اللي هي الحته دي اللي هي سميها دي مينيمم، اللي هي دي مينيمم. نعمل الكلام ده ازاي؟ واضح من الرسم ان البروبابيلتي بتاعت الاكسلنت داون هي هياها 1 ناقص السي دي اف بتاع دي من، سي دي اف بتاع دي من ماينس ما لا نهايه دي من، خد 1 ناقصه يجي الحته اللي على اليمين دي، فيبقى 1 ناقص سي دي اف اوف دي من بيساوي كام؟ بيساوي البروبابيلتي اللي انا اوريدي عارفها 16%. السي دي اف ده اللي هو فاي كابيتال فاي اوف دي من ناقص 70 على 10 بيساوي ايه؟ هو ده بيساوي 1 ناقص ده، 1 ناقص ده ب 0.84. انا عندي هنا من الجيفنز اللي عندي 5.1 و 5.1.6 وشويه فايات يعني كده. لو جيت بصيت على 5.1 هلاقيها اقرب واحده هي 0.8413، فاخدها كابروكسيميشن ان الكلام ده بيساوي فاي ابروكسيميتلي فاي اوف 1. من هنا فاي في الكلام ده بيساوي 5.1، فاذا اللي جوه بيساوي 1 ابروكسيميتلي يعني، فيبقى دي مينيمم اضرب هضرب 10 في ال 1 واجمع 70 فيجي لي كام؟ 70 زائد 10 ب 80، فهيطلع لي ان المينيمم درجه المينيمم هتكون approximately 80 ماركس. وده كده المطلوب التاني.